مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي غالا؟ ما هي ميزات غالا؟ ما هي غالا؟ تهدف غالا إلى أخذ صناعة الألعاب في اتجاه مختلف من خلال إعادة التحكم في ألعابهم للاعبين. ما هي ميزات غالا؟ يمكن للاعبين امتلاك رموز غير قابلة للاستبدال والتأثير على إدارة الألعاب داخل نظام غالا جيمز البيئي. تخطط غالا لإعادة التفكير الإبداعي في الألعاب من خلال منح اللاعبين التحكم في الألعاب والأصول داخل اللعبة بمساعدة تقنية بلوكشين. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.